يعني هذا الاجتماع الثاني بغضون أسبوع بعد الصين ستتوجه الفصائل الفلسطينية إلى روما من أجل البدء بعمل اللازم من أجل أن يكون هناك مصالحة فلسطينية. ما حدث في الصين، كان هناك توافقا على إنشاء حكومة وحدة وطنية، لكن دعيني أنا أقول لك أن الشعب الفلسطيني ينتظر من الفصائل الفلسطينية برنامج طارئ أو برنامج عمل طوارئ، من يكون على قدر مستوى التحديات التي تعاني منها القضية الفلسطينية بعد الإبادة، 10 شهور من الإبادة في قطاع غزة. ينظر أو ينتظر الشعب الفلسطيني إلى خطة عمل طارئة بقيادة منظمة التحرير على سبيل المثال، وأن يكون هناك برنامج عمل فعلي، يعني برنامج عمل وليس فقط بيانات من أجل الاستهلاك الإعلامي أو حتى بيانات توضح بأن هناك رغبة حقيقية لدى الفصائل الفلسطينية للوصول إلى المصالحة. فنحن منذ عام 2007 إلى اليوم ننظر وننتظر إلى ولادة مصالحة حقيقية. الشعب الفلسطيني الآن لا ينظر إلى أن يكون هناك علاقات طيبة بين الفصائل بقدر ما ينظر إلى برنامج عمل طارئ على يكون على قدر من هذه التحديات. نحن نتعرض إلى مسح وإبادة جماعية في قطاع غزة، ونتعرض إلى استيطان في الضفة الغربية، اعتقالات، مداهمات في العديد من المدن في الضفة الغربية، وما يحدث في القدس أيضا. كل هذا يحتاج منا إلى برنامج عمل فعلي صحيح جيد. كل هذه المكالمات وكل هذه التوصيات وكل هذه البيانات التي تخرج بها الفصائل جيدة، ولكن حتى نكون أمام نوايا طيبة لابد أن تترجم بالفعل السياسي على الأرض، وليس فقط أن تبقى حبيسة البيانات والاجتماعات. طيب، وعواصم العالم. طيب دكتور يحيى، أريد أن أسألك، يعني ما الدور الذي تلعبه كل من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأيضا الموساد الإسرائيلي في هذا الاجتماع؟ يعني لماذا هذا التركيز على الجهات الأمنية يعني توجد في هذا الاجتماع؟ يعني خلينا نفصل بين جزئين رئيسيين. الجزء الأول، هناك اجتماع لدى الفصائل الفلسطينية له علاقة بالفصائل الفلسطينية أو السياسة الداخلية الفلسطينية، وهناك اجتماعات أخرى لها علاقة بالسياسة الخارجية. صحيح هناك ترابط ما بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، ولكن المصالحة الفلسطينية هو شأن داخلي بالدرجة الأساس، هي تخضع لرغبة الفصائل وإرادتها للوصول إلى برنامج عمل، برنامج طارئ. لكن هناك يعني الحديث زاد في الشهور الأخيرة حول اليوم التالي للحرب. هناك يعني خلينا نقول عمل فلسطيني، عمل مصري، عمل قطري، عمل أمريكي، يشغل العالم كله موضوع اليوم التالي للحرب. وهنا نتحدث عن المزج ما بين الشيء الداخلي والشيء الخارجي، ولكن دعيني أنا أقول لك بأن الشأن الداخلي الفلسطيني، الاتفاق على برنامج طارئ، الاتفاق، هذا شأن داخلي فلسطيني. لابد أن نذهب ونتعامل مع كافة الكيانات والفاعلة الدولية، إن كانت عربية أو دولية أجنبية، لابد أن نكون واضحين في ذلك حتى نستطيع أن نربط بينهما. دعونا أن يعني أنا دعوتي الحقيقية ورأيي الشخصي بأن ما هو داخلي وما هو خارجي صحيح هناك ارتباط، ولكن دون أن يكون هناك توافقا وبرنامج عمل فعلي حقيقي لن نستطيع أن ننجح بإقناع العالم برغبة وتطلعات الشعب الفلسطيني. وعلى ضوء ما تحدث دكتور يحيى، دعني أسألك، يعني اجتماع روما كيف ينظر إليه، أو كيف يعني من قبل الطرفين سواء الجانب الفلسطيني وحتى الإسرائيلي؟ يعني بالتأكيد إسرائيل ترفض بشكل واضح أي توافق فلسطيني، ترفض أن تكون مثلا على سبيل المثال منظمة التحرير التي تحصل على الشرعية والمقبولية في العالم، تحصل على الاعتراف في العالم أن تقود، لأن هناك تصريحات لبنيامين نتنياهو واضحة منذ بدء هذه الإبادة أنه لا يريد أن يستبدل حماستان بفتحستان، وبالتالي يعني العديد من الأطراف الدولية لا ترغب، كل من هو عدو لإقامة الدولة الفلسطينية لا
هناك شعب فلسطيني موحدا، لا يرى أن يكون هناك برنامج عمل وطني ودولة فلسطينية، يتحدث عن دولة وحقوق فلسطينية، كل ذلك بالتأكيد. وإن كانت هناك تصريحات أمريكية، لا أتحدث عن التصريحات الإسرائيلية، نعم التصريحات الإسرائيلية في هذا الجانب واضحة، هي ترفض أي فلسطيني أيا كان من أي لون سياسي أو حزبي، وحتى السلطة الفلسطينية وليس فقط منظمة التحرير. وبالتالي موقف الاحتلال واضح، ولا نتوقع من الاحتلال أن يقبل. ولكن حينما نتحدث عن الولايات المتحدة، نتحدث عن الدول العربية، نتحدث عن الدول الغربية، بالتأكيد هم يتذرعون دائما ويقولون ما دام الفلسطيني غير موحد، ما دام الفلسطينيين والأحزاب الفلسطينية، هناك برامج متعددة في السياسة، أولا أصلحوا نفسكم ثم طالبوا من هذا العالم. هذه أكيد هي تذرعات لهذا العالم لعدم الالتزام بالقوانين الدولية التي وضعها هذا العالم أصلا، ودعم الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وبالتالي هذا هو المطلوب، لذلك ربطنا بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وعلينا أن نكون موحدين فعلا ضمن برنامج طوارئ حتى نكون أمام كل هذه التحديات، ونستطيع أن نتعاطى ونتجاوب، ونستطيع أن نواجه أيضا كل الإملاءات سواء الإسرائيلية أو الأمريكية، ونستطيع أن نكون يد واحدة أمام كل هذا اللغط العالمي وما يحدث في فلسطين، سواء على قطاع غزة والإبادة أو في الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني. سموتريتش يدعو في ويعمل من أجل توسع الاستيطان، والعديد من الوزراء في حكومة الاحتلال، وأصلا هم بالأساس مستوطنين. وبالتالي كل هذا يتطلب توحيد الجهود، ليس فقط بالكلمات والبيانات، وإنما ببرنامج عمل حقيقي وفعلي وطارئ يكون على مستوى هذه التحديات والضغوط الدولية، وخصوصا الضغوط الأمريكية. دكتور يحيى، حتى إسرائيل سلمت مقترحها المعدل وفي نقاط عدة، من بين هذه النقاط يعني تقديم ضمانات تتيح لتل أبيب استئناف الحرب حال فشلت المفاوضات. هل يمكن أن تحصل على هذه الضمانات؟ يعني وأيضا يعني ما الذي يمنع إسرائيل بأنها لن تستأنف الحرب وحتى إن لم تحصل على تلك الضمانات؟ يعني خلينا نوضح شوية بالاشتراطات الإسرائيلية. إسرائيل منذ 7 أكتوبر إلى الآن لم تتزحزح، ولم يستطع العالم كله إقناعها بوقف الإبادة والقتل والتدمير الحاصل في قطاع غزة، بل بالعكس، إسرائيل أو حكومة الحرب الإسرائيلية نتنياهو نفسه، كل الاشتراطات التي تحدث عنها منذ بداية هذه الإبادة إلى الآن لم تتوقف ولم يتزحزح، ولم تستطع الولايات المتحدة رغم بأن رئيسها بايدن هو من عرض الإعلان السياسي ومرره بقرار في مجلس الأمن لوقف هذه الحرب. ماذا يقول نتنياهو؟ يقول بأنها معدلة. ما هي التعديلات التي يتحدث عنها؟ هي الاشتراطات الإسرائيلية الأولى، أولا عدم الانسحاب من قطاع غزة وتحديدا مستوطنة نتسليم العسكرية، وكذلك من محور فيلادلفيا. وبالتالي هو لا يريد سحب قواته من قطاع غزة، ولكن يريد إعادة تموضعها. هذا أولا. قبل ما أدخل على ثانيا، خليني أقول لك، ما دام في وجود قوات في احتلالية في قطاع غزة، كما هو ما بين المدن والمحافظات في الضفة الغربية سواء بالاستيطان أو المواقع العسكرية، بالتالي وجود القوات في قلب مدينة غزة يعني أنه يستطيع أن يقوم بأي عملية أو ضرب أو اعتقال أو قتل في أي لحظة، وبالتالي ينفي بأنه يريد أن يوقف هذه الحرب، لأن القوات موجودة ما بين يعني في وسط وقلب مدينة قطاع غزة اللي هو نتسليم. هذا أولا. خلينا نروح على ثانيا، هو يتحدث بأنه لا يريد عودة النازحين إلى الشمال أو أن يدخلوا على حلبات أو فحص أمني وما إلى ذلك. بالتأكيد هذا ما يحدث منذ أسبوعان في قطاع غزة، حينما دخل على منذ أسبوعان على الشجاعية، حينما دخل على أحياء كثيرة في قطاع غزة، هو رحل الناس على الجنوب، ومن يعمل هذا بالتأكيد لا يريد إعادتهم بالشكل الطبيعي، لأنه يريد أن يتفاوض ما بعد وقف العدوان، كم واحد ندخل على قطاع غزة، كيف ندخلهم سواء محافظة قطاع غزة أو محافظة شمال
قطاع غزة، هناك محافظتان ما بعد مستوطنة نيت سريم الحالية، وبالتالي هو يريد أن يطيل عمر التفاوض، يريد أن يطيل عمر إعادة الإعمار، نعم أو حتى قبل إعادة الإعمار إدخال المساعدات على قطاع غزة. هو يريد تمرير هذه الحياة من أجل أن يجبر الناس على التهجير قصرا من قطاع غزة، وبحثا عن الكلأ اللي هو المشرب والمأكل على الأقل. الباحث في العلوم السياسية والسياسات العامة دكتور يحيى قاعود، كنت معي من غزة، أشكرك جزيل الشكر.